المنشطات. حاولنا قبل كده نجيب الدكتور اسامه غنيم، دلوقتي معانا دكتور اسامه غنيم المدير التنفيذي لمنظمه النادي. مساء الخير يا دكتور اسامه. اهلا، مساء الخير. ازي حضرتك؟ طبعا منورني بصفه شخصيه، دي نمره واحد. حاولنا نجيب حضرتك جدا، دي نمره اتنين، نمره ثلاثه، وقتنا ضيق جدا، نمره اربعه. احنا نتمنى حضرتك تكون موجود معانا هنا في حلقه لحضرتك بس لوحدك، نتكلم عن مشاكل كتير جدا جدا خاصه بالمنشطات والشكاوي اللي بتيجي دايما على المنظمه، عشان الدقيقتين مش كافيين لحضرتك بالمره. اتفضل يا فندم. تحت امرك كابتن، تحت امرك. احنا معانا طبعا كابتن احمد عبد الدايم، وكنا عندنا مشكله بنتكلم، ومحمد محسن، بنتكلم عن مشكله محمد محسن وخيل، ان الباركود او الكود بتاع العينه مش هو اللي موجود في الاستماره بتاعت محمد محسن، وده بعض الشكاوي اللي اتقالت. اتفضل يا دكتور. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، ووريناها للكابتن احمد عبد الدايم، ووريناها للاعب محمد محسن، ووريناها للمحامي بتاعه، ان الاصل بتاعها هي اللي فيها الرقم الصح، والصوره اللي مع اللاعب كان فيها متحركه شويه كربون، وهم اقتنعوا بكده، والمحامي اقتنع بكده، والكابتن مسعد اقتنع بكده. كابتن احمد عبد الدايم جنبي، كابتن احمد عبد الدايم جنبي بيهز دماغه. اتفضل كابتن احمد، لو عندك اي تعليق معاك الدكتور اسامه. دكتور اسامه استاذنك، الواضح رقم اتنين بيتعمل ازاي وثلاثه ازاي، واضحه في الاستماره وضوح الشمس. الشيء الثاني، لو الاستماره حتى سليمه والقرار اللي سيادتك خدته واقعي، احنا بنطلب حيثيات الحكم وقرار لجنه الاستماع. سيادتك مانع ان انت تسلمه ليه رغم ان احنا عملنا استئناف؟ يا كابتن، مش في لجنه استئناف للاعب حاتم يوم الاربعاء، وبعتنا جواب للنادي عشان للاتحاد نطلب اللاعب يحضر قدام لجنه الاستئناف، واللاعب واثق وجايين، المحامي واثق وهيحضر اللاعب يوم الاربعاء الساعه 1 قدام لجنه الاستئناف، وبعد ما تنتهي الاستئناف المحلي بعد كده حضرتك بتاخد حسيات الحكم وتلجا بيها الى المحكمه الرياضيه الدوليه. الكلام ده ما قبل كده ما تم اتفاق عليه، انتوا ليه بترجعوا تاني تعيدوه تاني ليه؟ طب دكتور اسامه، خليني اسال حضرتك، الماده اسمها راكتوبامين. طيب الماده دي ينفع بشر ياخدها؟ لا، دي لازم تتاخد عن طريق لحمه. عن طريق لحمه، وهل دي يعتبر منشطات؟ لو هي عن طريق لحمه، هل دي يعتبر منشطه؟ يعني انا لاعب النهارده وكلت، حطيت الماده دي في اللحمه وكلتها، هل ده يقدر لا مش انت اللي هتحطها في اللحمه يا كابتن، هو اللي بيحصل اللي بيتم حقن بيها الابقار الحيه عشان تزود كميه اللحم اللي موجود فيها. انت حضرتك ودي بتتم في دول خارجيه بره، في اربع دول، برازيل وامريكا والمكسيك والصين. بيتم توريد اللحوم بتاعتها لمصر هنا، ودي نازل بيها اعلان دولي من الوادة بمنع اكل اللحوم اللي فيها ماده الراكتوبامين. طب احنا بعتنا تحذير، بعد اذن حضرتك، بعتنا تحذير للاتحاد المصري للكره الطايره بتاريخ 3/12/2015، قلنا لهم احذروا، الماده دي موجوده في اللحوم المصنعه زي الهامبرجر وزي السجق وزي الكبد المستورده وكل المواد المصنعه اللي هي الفاست فود، تمام، ابعدوا عنها. قلنا لاولادنا كده، تمام، الكلام ده تمام. كابتن احمد، عاوز تقول حاجه؟ لا، انا بس بقول للدكتور اسامه، يعني انت اللعيب، هنقول اللعيب مدان، حيثيات حكمه، حيثيات الحكم اللي انت عملته ايه ولجنه الاستماع عشان يقدر المحامي يبني عليه. لكن انت دلوقتي بتقول بعد الاستئناف، بعد الاستئناف يعمل ايه؟ ولازم يقدم حاجه جديده لما حد بيكون عليه حكم يعمل معارضه. احمد المحامي جاء قعد معايا، حضرتك بعيد عن هذا الموضوع، جاني المحامي وجاني اللاعب وجاني الكابتن مسعد اللي هو ماسك اداري كره الطايره في نادي الزمالك، وقعدنا اتفقنا على ان بعد الاستئناف هياخدوا حسيات الحكم بالكامل عشان يقدموها للمحكمه الرياضيه الدوليه. انتوا حضرتك فؤادي واللاعب فؤادي والمحامي فؤادي. يا دكتور اسامه، بعد اذنك، حضرتك قلت لنا، حضرتك قلت لنا هناك هنديكوا حيثيات الحكم كمان 3 ايام. لا يا، بعد كده الكلام ده كان مع حضرتك، بعد كده فوجئنا بان كنتوا عايزين تعملوا استئناف محلي وجانا المحامي عندنا، حضرتك ما كنتش معاهم. لا يا دكتور اسامه، كلام مختلف ومتغير. لا وانت عشان ما تخليش، لا مش مختلف، حضرتك بعيد عن الموضوع تماما. لا انا مش بعيد عن الموضوع من البدايه. دكتور اسامه، خليني اسال سؤال. حضرتك ما حضرتش اللقاء اللي تم في وجود المحامي. سيبك من اللقاء يا دكتور اسامه، الاصول والقواعد ايه؟ هو محامي، هو ما دام المحامي هو الراجل اللي وعده انه هيستلم الحاجه وبيتفاوض. لا، وعد انه هيستلم الحاجه رسمي، مفيش مشكله. ثلاث ايام هيدينا حيثيات الحكم. طب دكتور اسامه، خليني بس عشان اقفل النقطه ودي تاني مره. محمد مجدي، محمد محسن ما خدش منشطات بشكل منشطات. هو انت حضرتك مقتنع لو ما خدش منشطات، ولكن برضه مقتنع لو في خطا حصل، لانك انت بعت او المنظمه بعتت
للاتحادات المختلفة ان الاكل ده ما يتاكلش عشان فيه مادة منشطة. مظبوط الشعب المصري كله شايف. طب احنا دلوقتي الشعب المصري يوم 3/12/12 الشعب المصري كله 70-80% من الشعب المصري بياكل لحوم مستورده يا دكتور. هنعمل ايه؟ هو دكتور اسامه ليه بياكلها كمان؟ يعني ممكن كلنا يعني ناس كتير نسبه كبيره من الشعب المفروض نعمل ايه؟ اللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا توجهنا للوكاله الدوليه وقلنا هذا الكلام في المحكمه الرياضيه الدوليه في موضوع اللاعبه رضوى اللي هي سبقت محمد عبد المحسن في نفس الماده. ما احنا كنا منتظرين الحكم بتاع اللاعبه رضوى لو كان براءه كان محمد هياخد براءه، لو كانت خدت 6 شهور كان هياخد 6 شهور. انما للاسف ان المحكمه عاطتها 4 سنين فما اقدرش احنا ننزل عن الرياضيه الدوليه. طب ده نفس الماده نفس الماده مكتوبه مين؟ طب الحكم الاخير دكتور اسامه الحكم الاخير اللي عليه غرامه ده هو بتاع مين؟ هو في حكم عليه غرامه؟ هو في حكم ضد اللي عليه غرامه ضدهم بتاع لا خلينا دكتور اسامه لا ده مش عايزين ندخل نخرط الاوراق ببعض. دكتور اسامه من فضلك يعني اتمنى حضرتك تكون موجود معانا في حلقه لان في ديبيت بشكل كبير محتاجين في لغط بشكل كبير في حته المنشطات والناس تقول المنظمه تقول الاتحاد وانا بعت فمحتاجين نوضح للناس كلها الراي العام من خلال تحت الاضواء المشاكل بشكل كبير. بشكرك دكتور اسامه غنيم مدير التنفيذي لمؤسسه ومنظمه النادو.